تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بالتنسيق مع كافة التيارات السياسية الحزبية والشبابية لإدارة حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة. يتيح الحوار والنقاش لكل القوى بدون استثناء أو تمييز، القوى السياسية بدون استثناء أو تمييز. لما قلنا أن الدولة المصرية خلاص إحنا في إطلاق للجمهورية الجديدة، وبالتالي لابد أن يكون ده ضمن المفردات اللي إحنا نتقدم بيها عند إعلان الجمهورية الجديدة. يعلن جميع رؤساء الأحزاب الأعضاء في تحالف الأحزاب المصرية تأييدهم بقوة وبالإجماع للدعوة الكريمة التي وجهها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية. أهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من برنامج الحوار الوطني. سنكون مع حضراتكم على مدار ساعة إلا قليل، أنا والزميلة شيماء الكردي. سنطرح خلال هذه الحلقة تساؤلات، مناقشات تحليلية حول هذا الحوار المقرر عقده بين الأحزاب والتيارات والقوى السياسية والشبابية. سنناقش أيضا أهم أولوياته المطروحة وانعكاسها على المناخ السياسي. كل هذه المحاور سيتم مناقشتها بالتفاصيل مع ضيفتنا الكريمة الأستاذة فريدة الشباشي الكاتبة الصحفية. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. أهلا. في البداية حابة أسأل حضرتك عن توقيت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الحوار، وله دلالات كبيرة جدا لأن الدولة المصرية بتعيش حالة من الاستقرار والثقة والنجاح، والبعض أكد على أن هذه الدعوة دليل على قوة الدولة المصرية. أهمية أن تعي الأحزاب دلالة هذا التوقيت، خصوصا وأن البعض يقول بأن ستكون هناك محاولات ربما للفهم الخاطئ لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في محاولة لفرض شروط، محاولة لخلق وضع سياسي جديد. فهذه المحاولات بالطبع ستكون مسؤولية العقلاء المشاركين في هذا الحوار لغلق الباب أمام هذه المحاولات. فحب أعرف من حضرتك دلالات هذا التوقيت وأهمية أن تعي الأحزاب هذا الموضوع. يعني دلالات هذا التوقيت أنه جاء في الوقت المناسب، لأنه في أسس اتحطت في الدولة، عملنا طرق، شقق، حياة كريمة، رعاية صحية، رعاية لذوي الاحتياجات، يعني في كذا إنجاز تم. يعني كل ده مش أنا يعني، بس شهادة كل الناس إن ده كان بيحتاج لعشرات السنين، مش 7-8 سنين بس يعني. بس هي الفكرة فين؟ إن الرئيس أكد تاني، قال إن هو عايز مصر تبقى دولة مدنية حديثة وقوية. يعني ده ما يبقاش إلا بتضافر جهود كل المواطنين. النهاردة أنا لو هتسأليني على رأيي من غير أي إحراج لأي حد، أنا مش حاسة بأي حزب، أنا شخصيا مش حاسة إن في حزب عامل بصمة في الشارع أو له كيان في الشارع. لكن الطريقة بتاعت الرئيس إنه يبقى في حوار، هو ده اللي جايز يولد نوع من الاختيار للأحزاب اللي هتطرح نفسها. الأحزاب اللي هتطرح نفسها في الحوار هي اللي هتبين مدى رؤيتها ومدى استعداداتها لأن مصر تبقى دولة قوية مدنية حديثة. ده هيكون يعني بناء على إيه أستاذة فريدة؟ بناء على الموضوعات ولا الحلول اللي هيتم طرحها من الأحزاب السياسية، خصوصا أن حضرتك بتقولي أن أنت ما بتشعريش أن هناك تأثير لأي حزب على أرض الواقع؟ هل مستنية مقترحات الأحزاب دي الحلول؟ ومن وجهة نظر حضرتك الحلول دي ممكن تكون متوجهة في صالح إيه؟ وإيه هي الملفات الأبرز والأهم اللي لازم الأحزاب تحطها في عين الاعتبار؟ أنا شايفة أن الملفات الأبرز والأهم هي أن إحنا نعلي البناء اللي وضع أساسه الرئيس السيسي. وضع لنا أساس، إحنا مش جايين من الصفر النهاردة، إحنا كنا في الصفر، فهو حطنا الأسس وقبل الاختلاف قبل ما نبتدي. قال إن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية، دي جملة رائعة. ليه؟ لأن أنا ممكن أبقى أنت عندك، أنت شابة صغيرة وشيماء مثلا،
وعندكم آراء أنا ما أعرفهاش فهموها لي عشان أبقى معاكم عشان أأيدكم. إحنا محتاجين كل القوى تبقى عندها قناعة بأنها محتاجة للتأييد للإقناع. يعني أنت ما تجيش تقولي لي أنا حزب كبير، يبقى أوكي اتفضل يبقى حزب كبير، بس قولي أنت عايز تعمل إيه. النهاردة البلد فيها تحديات رهيبة عمرها ما حصلت على فكرة. أنا كبيرة قوي في السن يعني، وشفت لحظات كان في عدوان ومسلح وكله، بس مش زي ده. أول حاجة هنا أخطر حاجة إن العدو من الداخل، يعني الإشاعات اللي بتبان كل يوم والحرب اللي على الدولة المصرية والإشاعات زي ما أنتوا شايفين وكل ده، كل ده من أساساً من الداخل، بس الداخل ده بيشتغل لحساب جهات في الخارج. فاللي في الخارج دول في كتير جهات يسئها إن مصر ترجع تاني تستعيد مكانها ومكانتها، والرئيس شايف إن ده يتم بإيه؟ مش بقراره هو، رغم إنه قراره صائب وعظيم، لكن هو عايز يشرك كل المصريين علشان دي تبقى من جيل لجيل. يعني النهاردة جيلكو، بكرة ولادكو، بعده أحفادكو، وهكذا. يعني يبقى فيه تترسخ قناعة الإيمان بالوطن وبعظمة الوطن وبضرورة أن يكون حديثاً ومدنياً ومحترماً ويتعامل مع كل أبنائه بنفس الدرجة. صحيح. يعني ما فيش زي ما قال الرئيس، ما فيش لا فئة ولا حزب ولا لون ولا دين ولا جنس ولا أي حاجة تبقى أعلى من التانية. صحيح. ربنا قال خلق الإنسان، أنا دايماً بكررها، الإنسان ممكن يبقى ست وممكن يبقى راجل، ممكن يبقى طفل وعبقري، ما نقدرش نستفيد بكل إمكانيات الشعب المصري. طيب أستاذة فريدة، حضرتك تكلمتي عن فكرة الأحزاب وحضرتك مش شايفة أن هم ليهم تأثير، والحقيقة كان في فترة كبيرة جدا كان هناك تساؤلات كبيرة جدا حول دور الأحزاب، عدد الأحزاب، فعاليتها على أرض الواقع، والحلول اللي ممكن تقدمها في الفترات اللي بتعيشها الدولة من تحديات وأزمات عالمية. هذه الفرصة، فرصة الحوار الوطني، تعتبر فرصة ذهبية لهذه الأحزاب طبعا، عشان تعيد تقديم نفسها، تعيد رسم صورة جديدة لها للمواطن، هو في المقام الأول المستهدف من هذا الحوار ومصلحته. إزاي ممكن تستغل هذه الأحزاب هذه الفرصة الذهبية اللي قدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي من ناحية، ومن ناحية تانية أنها تجيب على تساؤلات بشكل غير مباشر من خلال تقديم حلول قابلة للتنفيذ على أرض الواقع. نعم، ما هو ده دورها بقى. يعني أنا ما أقدرش أقول، لأن أنا مش متفقة مع كل الأحزاب في توجهاتها، يعني أنا ليا رأيي، يعني رأيي ده هبقى مع الناس اللي بيعبروا عني. أنا اللي بيعبر عني هو المتمسك بقوة مصر، بالصناعة المصرية، بالزراعة المصرية، بأنه من لا يملك قوت يومه لا يملك حرية قراره. أنا دي حاجات أنا مترسخة جوايا يعني. فأنا بشوف أنه ده يعني أي حد هيديني ده هبقى معاه، حتى لو أنا مش جوه الحزب، لكن هسنده، هبقى معاه، هبقى مع التوجه بتاعه. إحنا النهاردة محتاجين كل ذرة فكر وكل ذرة إرادة مصرية علشان مصر تفضل بقى الطريق اللي يعني زي ما تكون يعني سبحت في بحر مليان عواقب ومليان بلاوي وقدرت تطفو والحمد لله تبقى فوق السطح. احنا عايزينها تفضل بقى كده وتعلو اكتر واكتر واكتر، وده على فكره مش شهادتنا بس، دي شهاده العالم كله ان دي دوله قدمت مثل لا يمكن، ملوش مثيل في مواجهه الكورونا وفي مواجهه الازمه الحاليه. وشوفي احنا عندنا رئيس عنده بعد نظر عظيم، يعني النهارده لما نيجي نشوف توشكا والصحراء الغربية والحتت اللي طلع فيها وسينا استثمارها هيبقى للزراعة، ده رئيس عايزنا اكتفاء ذاتي من الطعام، وده أهم من أهم الحاجات يعني. فدي كمان حاجة رائعة الحقيقة، وبتدينا بتطلق لنا الحرية المطلقة في ان احنا نبقى مع مين ومش مع مين. صحيح. وبعدين احنا لغاية دلوقتي في كل تاريخ الرئيس السيسي انه دايما كان مع القوى البناءة، ودايما انا بقول لكم كده يعني هو بيبني، هو عمره ما يهدم، هو عمره ما راح في حته فيها حرب وتدمير وكده، لا هو مطرح ما بيقدر يبني يبني، وده على فكره بقت قناعه لدى دول كتير من العالم وبيتعاملوا معاه على هذا الاساس. فما بالك الاحزاب بقى بالحوار الوطني، هتقول ان احنا هتقول ايه؟
هتقول ما فيش مثلا طرق، هتقول ما فيش صحة، لا هتقول احنا عايزين ده كويس، عايزين نضيف كذا. ازاي؟ ما هو مش كل واحد يجي يحط رجل على رجل وينظر للدولة المرفهة العظيمة اللي عندها فائض انتاج، لا ازاي؟ قولي ازاي؟ لما تقولي على طريق انا مستعد اسلك هذا الطريق لو اقتنعت بيه. الطريق هو ده اللي مطلوب دلوقتي من الاحزاب، مش شعارات ولازم ولا بد وانما لا مش ده، احنا عايزين حاجه عمليه. طيب خلينا نفند الطريق ده استاذه فريده، واعرف راي حضرتك برضو. حضرتك يمكن اتكلمتي عن تحديات بتشهدها الدولة المصرية دلوقتي لم تشهدها من قبل، ويمكن ده في انعكاسات على العالم كله بسبب أزمات متتالية ومتكررة، لو هنتكلم بداية من كورونا وصولا للأزمة الروسية الأوكرانية، وبالتوازي مع ده الدولة المصرية كانت ماشية في مشروعاتها القومية. في لو هنتكلم على دلوقتي ملفات والملفات الأبرز، هل إحنا لازم نتكلم في ملفات سياسية بالتوازي مع الملف الاقتصادي، بالتوازي مع ملف اللي هو الانشاء والتعمير اللي هو بشكل او باخر هينعكس على ملف الاستثمار، ولا راي حضرتك انه تتقسم، يعني يبقى حوارات وطنيه متتاليه يتم مناقشه كل ملف على حده؟ لا، هو الحوار لن يتوقف، اللي يبتدي مش هيوقف، هيكمل كويس. فكل مرحلة هيتقال فيها حاجة، يعني أنا النهاردة مثلا يعني محتاجة أستصلح 500 ألف فدان تاني غير اللي أنا عاملاه، فأقول إن ده يبقى كويس لمصر ولازم الطريق هو الطريق الفلاني، الطريق إن إحنا نمشي كذا. في كمان وجهة نظر إن الصناعة مهمة جدا. أنا دايما بكرر معلش إن إحنا كنا بننافس، مش على قدم المساواة بس، كنا بننافس الصين وكوريا الجنوبية والشمالية، كوريا كلها يعني في الستينات. شوف احنا النهاردة فين، لأن ده خلينا فكر. وعشان كده الرئيس بيتكلم على الحوار، لأنه كله سكت بقى فيه مبدأ اخرس، يعني مش اقرأ. واللي قلنا بقى بالأفكار الهدامة هم اللي اعتلوا المناصب واعتلوا واحتلوا الشاشات والجرائد وكله. فشوف يا احنا اللي كنا عندنا صناعات بتطلع للعالم كله انكمشنا قد ايه. دلوقتي احنا بنرجع تاني مصر الحديثه الجديده، مصر الجمهوريه الجديده، بتطلع فعلا جمهوريه جديده في هذا المجال اللي هو الصناعه، لان الصناعه غير انها بتديكي قوه وبتوفر لك احتياجاتك، هي ايضا بتشغل ناس، يعني انت ما عندكيش وبتصدري وبتجيبي عمله صعبه، يعني في استثمار لكل ما يمكن أن يستثمر في مصر الآن في ظل هذه الجمهورية الجديدة، حتى يعني نجتاز تماما الفترات الصعبة ونبقى بننظر للمستقبل على أنه دايما جايب خير أكتر. طيب أستاذة فريدة، حضرتك تحدثتي عن فكرة تضافر جميع المواطنين في بناء الجمهورية الجديدة، ورئيس عبد الفتاح السيسي مؤمن جدا بفكرة التواصل وتدافق المعلومات والأفكار، خصوصا في هذه المرحلة الصعبة اللي بتعيشها مصر وبيعيشها دول العالم أجمع. المواطن حلقة وصل مهمة جدا في هذا الحوار، من حيث الأولويات اللي قد تمس احتياجاته وتلمس وجدانه، ليكون متابع جيد لهذا الحوار ويتفاعل مش بس خلال الحوار ولكن أيضا في تحقيق مخرجات هذا الحوار على أرض الواقع. أيضا اللغة المستهدفة أن يتم استخدامها في هذا الحوار مهمة جدا، بتلمس طبعا المواطن البسيط اللي كل همه هو إيجاد قوت يومي، أن يعيش والسلع الأساسية موجودة حواليه، بخلاف طبعا دول تانية لا تجد هذه السلع متوفرة في هذه الأزمة. أهمية هذه الأمور، الأولويات اللي قد تمس المواطن من ناحية، واللغة المفروض أن احنا نخاطب فيها المواطن. اللغة هي أنك أنت تقولي للمواطن الحقيقة، ما تخفيش عنه حاجة، تقولوا أنت مصري، أنت حفيد أحمس ورمسيس ويعني وكل العظماء اللي كانوا، وأنت العالم كله لغاية النهاردة من 5000 سنة لسه مش عارف الأهرام أنت بنيتها إزاي، يعني العبقرية المصرية ما هيش حاجة كده يومية يعني. فأنا أفهم المواطن بلغة حقيقية بدون تعالي، هو ده الوعي. تعالى أنت عايز نبقى مصر تاني، يبقى لازم تعمل كذا وكذا وكذا، لازم تجتهد في كذا، لازم تشوف كذا، يعني في
التوعية دي على فكرة احنا نقصنا خالص. احنا ما بنسمعش خالص دلوقتي غير المرأة، رجل المرأة، ايد المرأة، شعر المرأة، عين المرأة. مصيبة تقيلة. انا شخصيا حاسة ان انا هتجنن من الحكاية دي. احنا عايزين نتكلم عن العمل، عن القيم، عن الاستقامة، عن المساعدة، عن التضافر، عن يعني انك تاخدي بايد من يحتاج الى المساعدة، مش بس يعني حاجة كده. وبعدين الدين جوهر، الدين ليس مظهر. انا ما اقدرش اامن او ابصم انه فلان الفلاني ده اللي لابس مش عارف ايه، او الست دي اللي لابسه ايه، دي خلاص من لبسها احكم عليها. ده بمنتهى السطحية. انا احكم بالعمل. ربنا قال قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. مش ربنا اللي قال كده؟ يبقى خلاص، يبقى العمل قيمة أساسية في الحياة. فأنا شايفة إن إحنا التوعية تبقى بكل ما أتيح لنا من قوة، إن إحنا نوعي المواطن إن كل ما يبذل جهد ويجازى على هذا الجهد، كل ما مصر هتتقدم بيه، وكل ما هيعلى ويبقى بيضمن لأولاده. إحنا عندنا 30% أمية، 30% أمية، دول ضرونا قوي 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 قوي. ولازم دلوقتي نصحى لموضوع ان احنا نقضي على الأمية تماما يعني، ونبتدي نبقى مصر. ده احنا علمنا البشرية كلها، ده بيسمونا فجر الضمير. ففجر الضمير يبقى بعد المغرب بشوية كده، لا ما ينفعش. طيب، يمكن أستاذة فريدة من أبرز الملفات بحسب المحللين واللي تابعوا المشهد، اللي يمكن هتأتي على طاولة هذا الحوار الوطني، ملف مكافحة الإرهاب وكمان القضايا البيئية. هل تعتقد يا أستاذة فريدة أن الحلول التي لربما تخرج من هذا الحوار الوطني، الأفكار اللي ممكن تخرج من هذا الحوار الوطني، يكون لها تأثير مش محلي فقط، لأن يمكن مصر أصبحت دولة لها تأثير على الصعيد الإقليمي، على الصعيد الدولي، فهل من الممكن أن نرى اتساعا لرقعة هذا الحوار الوطني؟ هو ده الهدف، هو ده الهدف من الحوار الوطني. الهدف ان احنا نرجع يبقى تاثيرنا زي الاول. على فكره احنا كنا لما بنقول اي العالم كله بيقول اي معانا، على مش ببالغ يعني. شوف، مش انتوا عندكم الوقت جوجل والحاجات دي تفرجوا. لما كنا بنقول كلمه كان كل العالم بيسمعها. احنا عايزين نرجع تاني. احنا عايزين ما نشيلش من تاريخنا المضيء كل ما هو مضيء. يعني انا مثلا لما بفتكر اغاني عبد الحليم حافظ اللي كانت بتمجد العمل، واللي بتقول وانت يا شبابنا تقدم، جه دورك في التاريخ، بايديك لازم تتقدم مصر في عصر الصواريخ، وشبابنا نهض يا حبايب، قال جه دوري مانيش هايب. هو ده كلام ايه؟ عيب ده؟ ليه ما بيتحطش؟ ليه ما بتتحطش الحاجات اللي بتدي يعني بتدي ايمان باهميه العمل واهميه الوطن؟ احنا سمعنا كلام مسيء جدا لمصر من الناس اللي جم حكمونا، الهي لا يعيدها يا رب، يعني انه الوطن ده حفنا من التراب. يا ريت حفنا من التراب العفن. شوفي العفنه بتاعتهم ايه. العفن دي ليه عفن؟ مصر يعني، دي مصر دي دره العالم يعني. فاحنا انا شايفه ان احنا بالحوار وبيت يعني طرح كل الافكار الحقيقيه والمخلصه. ما هو ممكن واحد يقول لي ايوه اصل لازم ندي كل عامل مثلا 20,000 جنيه في الشهر. طب اوكي ماشي يا باشا، ازاي؟ بناء على ايه؟ ازاي؟ يعني الشعارات دلوقتي دي مش مرحله شعارات، دي مرحله افعال. مش بس اقوال، اقوال مقرونه بالافعال بتتنفذ. زي ما رئيسنا قال ان انا يعني مصر دي لن ان الاراده المصريه لن تعلو عليها اراده اخرى، وده اثبته في كل السبع ثمان سنين اللي هو موجود فيهم. هي دي بقى بالنسبه لي هي دي الضمانه. طيب استاذه فريده، خليني استكمالا ليمكن فكره طرحتها الزميله شيماء المتعلقه بان في الاول وفي الاخر المواطن المصري هو المعني بمخرجات هذا الحوار الوطني. ايه دور الاحزاب دلوقتي؟ هل الاحزاب محتاجه ان هي تسال وتتساءل ماذا يريد المواطن المصري؟ هل محتاجه تسال برضو المواطنين ايه هي الملفات يمكن اللي بتمسهم بشكل او باخر؟ ما هو يمكن
ولكن لما نتابع مثلا من خلال مراسلنا مش هنا في مصر في الخارج، بعد الأزمة الروسية الأوكرانية البعض مثلا قال لك أنا ممكن أتنازل عن قوت يومي في سبيل إن دولة أو الدولة بتاعتي تساند أوكرانيا في الأزمة بتاعتها. فهل مع اختلاف الأحداث وتغير الأحداث ممكن اهتمامات المواطن شخصيا تختلف؟ ممكن، بس لازم الحزب يقنعه. القيادات بتاعت الحزب بتتحاور بقى مع الناس، هو ليه في حزب بيبقى عنده أغلبية؟ ليه؟ لأن في أغلبية من المواطنين بتصدق كلامه. النهاردة لما أنت تقولي لي مثلا، لما يجي واحد يقول لي روسيا مثلا اعتدت على أوكرانيا، أقول له طب مين اللي قال له أوكرانيا ادخلي حلف الأطلسي مثلا؟ ليه؟ وليه روسيا تقبل يعني؟ يعني في حاجات برضو محتاجة مناقشات موضوعية، ومش يعني موضوعية وجديرة بأنه مصر هي اللي تقولها. ولذلك مصر يعني واخدة موقف أنا في رأيي أنه عظيم من كل حاجة لغاية دلوقتي، الحمد لله يا رب، وتفضل مستمرة كده. يعني كل موقف بتاخده من أي قضية دولية بتبقى محترمة. شوفي النهاردة موقفها من أفريقيا، على فكرة إحنا في أفريقيا لينا رصيد كان ملوش حل، بس في ناس جريوا بقى من أفريقيا وقال لك يلا سيب كله، يعني ودي أمريكا 99% من الأوراق. يعني في حاجات أضرتنا، بدليل إن إحنا لما قامت الثورتين ورا بعض يعني كان مش حاجة بسيطة إن ما بين 35 و40 مليون مواطن مصري يقول عايزين الراجل ده. ده يعني دي بقى ما فيش ديمقراطية بعد كده، وما فيش يعني وضوح في الاختيار بعد كده. طيب استاذ فريد، حضرتك اتكلمتي عن نقطه مهمه جدا، هو موقف مصر ازاء عدد كبير من القضايا جداً. وضعها ووزنها الاقليمي والدولي ازاء القضايا المختلفه، وانها كانت مشاركه ومشاركه فعال وناجح في كل قضيه، ويمكن ده اللي بيفسر الاهتمام الدولي والاقليمي لهذا الحوار. حضرتك ازاي تابعتي الاهتمام الدولي والاقليمي للحوار الوطني والاعداد له؟ طبعا انا دايما ببص، تعرفي لانه بحكم ان انا يعني متقدمه في السن قوي يعني، فبسعى كتير ببص على الحاجات اللي بتتكتب بره، لان ده بيهمني. وانا اشتغلت في فتره، اشتغلت حوالي 30 سنه بره، وكنت بشوف بقى الـ يعني عارفه ده خنيق الاعلام، وازاي يبقى الخبر يعني مدسوس، وازاي يعني اذا كان احنا دلوقتي كل الاخبار اللي بتطلع من جهه معينه كلها مشوهه. يعني لو مرة قالوا لي ده اللي اتعمل ده صح ممكن أصدقهم، لكن هم كل الحاجات اللي بيقولوها هي نظرتهم هم إنهم ضد إن إحنا نبقى نرجع تاني يبقى عندنا جيش قوي. يبقى ليه السيسي اهتم بإن الجيش بتاعنا يبقى قوي؟ ليه؟ لأنه زي ما هو قال مرة، قال العافي محدش يقدر ياكل لقمته. ففي حاجات لازم ناخدها، مش بس نسمعها كده ونطير، لا نفكر فيها، نتمعن في مدلولها. فده كل ده يعني حاجة مهمة جدا يعني. فالنهاردة مصر النهاردة، شوفي انت أفريقيا كل الأفارقة بيجوا لمصر ولا لا؟ طبعا كله بيجوا ويستشيروا الرئيس. حتى بالنسبة للعالم كله لما يجي يختار مصر على ان هي تبقى قمة الكوفيد الكوب 27 يعني بتاعت المناخ، ايه ده؟ من امتى احنا كنا كده في الفترة اللي فاتت؟ ده احنا كنا يعني في ديل القوائم يعني. فالحمد لله انا مش هممني قوي ان انا ابقى في المقدمه، انا اللي هممني ان ليه انا في المقدمه؟ عشان انا انجزت اشياء، عشان انا انجزت نجاحات، علشان انا حققت تقدم. كل ده هو ده المهم. واحنا شايفين، احنا في حاجات شايفينها يعني. انا والله انا لما كنت بشوف العشوائيات كنت بحس ان انا مكسوفه، مش ان انا مصريه، مكسوفه ان انا انسانه. يعني ما يصحش كان كده. فالحمد لله كل ده بنطلع منه. عندنا برضو حاجات ارتكبت جرائم ما اعرفش هتتصلح ازاي، زي الارض الزراعيه اللي اتملت مباني قبيحه. يعني يا ريتها حتى مباني محترمه ولا فيها ذوق ولا فيها بتاع. النهارده الراجل بيعمل لنا، بنفتح مع الفريق كله اللي معاه في الدوله، بنفتح افاق جديده في الزراعه، في التوسع في الصناعه، يعني حاجات كتير بتتم الحمد لله نحمد ربنا عليها، لان هي دي الثوره. الثوره اللي قامت كان شعارها عيش حريه عداله اجتماعيه.
العدالة الاجتماعية لا تتوفر بالنوايا الطيبة. حاضر هديك كل واحد كذا، لا لازم انت تشتغل وتجيب ودي لك بقى ساعتها. طيب هل يا أستاذة فريدة من خلال اللي حضرتك بتقوليه وما حدث ويمكن اللي الناس شافته بعينيها، ما حدث من طفرة في ملف الاقتصاد على جميع المستويات سواء المشروعات اللي حضرتك بتتكلمي فيها، الأمن الغذائي، الطرق وغيره، هيخلي البعض، بعض الجهات أو بعض التيارات والأحزاب تجنب بشكل أو بآخر الملف الاقتصادي ويكون التركيز على الملف المتعلق بالسياسة، يكون التركيز على الملف المتعلق مثلا بقوانين محتاجة أن هي يتم إعادة تشريعها؟ هل هيحصل ده ولا كل الملفات هنمشي فيها بشكل متوازي؟ لا هيحصل زي ما انت بتقولي، لأنه النهاردة أنا محتاجة أصلح قوانين لأن التشريعات اللي طلعت دي. أنا هسألك سؤال بس كده، يعني الأرض الزراعية اللي اتاكلت دي كلها مش في قوانين بتمنع؟ طب مين اللي عملها وخد رشاوي وما تحاسبش وأجرم في حق مصر كلها؟ مين؟ احنا عايزين بقى دلق. الوقت انت عندك احساس بان مفيش حد فوق القانون، فعايزين قانون يعني يكون رادع ويكون اكيد، يعني مش يعني مش هاجي انا والنبي معلش يا ندى بلاش، لا كل واحد بعمله، كل واحد بما يعني لو اقترف حاجه غلط يبقى يتحاسب عليها. فالنهارده في قوانين للاحوال الشخصيه لازم تتصلح، في قوانين للتعاملات لازم تتصلح. يعني انا النهارده مثلا لما الاقي واحد في موقع اداري ممكن يدي تصريحاته، ممكن يدي بتاعه ومرتبه 20,000 جنيه والاقيه عايش بمستوى مليون، لا يبقى في حاجه صح ولا لا؟ انت عارفه انا محاميه في الاساس ولو كنتش محاميه كنت ابقى وكيل نيابه. فعايزه اقول ان الواحد برضه لازم يفكر إن إحنا محتاجين إصلاح تشريعي، محتاجين قوانين تأكد الإنجازات اللي عملناها، محتاجين في الصناعة ندي للابتكارات للمخترعين للمبتكرين. في شوفي كل حاجة بيبقى جهد يجي اللي وراه يعمل جهد تاني فوقيها، هو ده التقدم، هو ده التقدم. يعني إحنا فين كنا من أيام مثلاً 10 سنين والنهاردة؟ لا في حاجات كتير الحمد لله بتحصل ولازم تحصل على كل المستويات. يمكن المرحلة دي فندم ممكن عنوانها أو تتعنون بإنكار الذات لإزاء طبعاً مصلحة المواطن والوطن، ويمكن لهذا الأمر سمي بالحوار الوطني وليس الحوار السياسي. ومن خلال رأي حضرتك في الأحزاب السياسية في مصر، إلى أي مدى يمكن أن نراهن على الأحزاب والمشاركين في هذا الحوار على هذه النقطة تحديدا؟ الحزب لازم يقنعني بيه، يعني الحزب يقنعني بنفسه. أنا مش بتاعت هيئة يعني واحد كذا أنا بتاع وأنا، لا الحزب لازم يقنعني بأنه يقول لي إيه خطته في أن مصر تتقدم، إيه رؤيته في اللي بيحصل النهاردة، ايه رؤيته في انه ده نستكمله بانجازات اخرى. هو ده لما اقتنع بيه اروح له، يعني قصدي اايده، لان انا ما بخشش احزاب. طب ولما الاحزاب تطرح هذه الافكار يا استاذه فريده، وحضرتك عارفه ان طبعا هذا الحوار في الاخر الرئيس عبد الفتاح السيسي هيكون ليه اشراف كامل على هذا الحوار، بعد اليات التطبيق ازاي ممكن تكون؟ وشايفة حضرتك ده يعني الخطوة الأولى أو ضربة البداية هتكون من أنهي ملف؟ أنا رأيي أنه ما فيش حتة، يعني أنت عارفة إيه ليه، هو زي ما أنت قلتي في الأول ملحوظة حلوة أوي أنه حوار وطني، يعني كل ما يحتاجه الوطن، الوطن مش فئة ولا صحيح. ولا حتى الرئيس لوحده عشان لا الوطن مصر محتاجة إيه. لما نبتدي نعمل ده هو ده اللي هيخلي فيه ثقة من المواطن بأنه المسؤولين في الأحزاب استوعبوا أهمية العبء اللي ألقي على عاتقهم، وأنهم هم إيه شغلتهم، إيه مش شغلتهم شعارات، ما احنا ما سمعنا شعارات، احنا مش سمعنا في السنة إياها دي إن دي النهضة وهيبقى في نهضة، عمرنا ما تهببنا زي وقتها، كنا ما بنلاقيش كهرباء 4-5 ساعات في اليوم، كنا البنزين بنقف، العيش كنا بنقف طوابير بالضرب، لا يعني في حاجات يعني مش بالكلام. انا شايفه انه الرئيس السيسي
مش بالكلام، هو بالواقع اللي ورانا قد ايه مصر اتقدمت. وهو دلوقتي بيقول لنا طب تعالوا بقى معايا، يعني كلكم انا حطيت الاساس. انت عارفه انا دايما اقول زي ما يكون حط الاساس بتاع البيت العماره وقال لنا تعالوا بقى، تعالوا انتوا ابنوا وشوفوا بقى عايزينها ايه، حديثه، موديل تقليدي كده يعني كده يعني. عارفه كل واحد لازم يقدم هو عنده ايه، لكن ما يبقاش قاعد كده مستني انك تديله عشان هو يبقى زعيم يعني. لا الحقيقه في اولويات كتيره جدا وتحديات بتواجه الدوله المصريه، كما ذكرنا في بدايه الحديث هي تحديات بتواجه دول العالم اجمع. ولكن عشان نرتب يعني انهي ملف اهم من ملف اخر او ملف ملح عن ملف اخر، لازم نسير في قنوات علشان نحدد هذا الامر. ما هي القنوات او مسؤوليه من هذه النقطه؟ هل الراي العام اللي هو قادر يحدد هذه الملفات الضروريه، ولا الاحزاب السياسيه من خلال طبعا طرقها الخاصه في الحديث عن هذه الاولويات، ولا الحكومه، ولا هي مسؤوليه مشتركه بين جميع هذه الجهات؟ هي مشتركه، لانه الحكومه بتقول لي كلام والحزب بيقول لي كلام، فانا بختار اللي بيقنعني اللي بياكد لي انه ده مش كلام ده فعل واراده للفعل، هو ده اللي هقف معاه. يعني انا مش، ما احنا خلاص بطلنا نبقى قطيع يعني كده يعني، ورفضنا ده يعني اللي حبوا ان احنا نبقى كده رفضناهم، وعملنا ثورتين في سنه ولا سنه وشويه، فدي مش حاجه بسيطه يعني. على فكره ثوره يونيو دي اكبر تجمع بشري في تاريخ الانسانيه كلها، يعني دي مش حاجه بسيطه على فكره. انت عارفه يعني ايه 40 مليون او 35 مليون؟ ده مش حاجه بسيطه. احنا مش مليار، احنا مش الصين، ده الصين ما حصلش فيها التجمع ده اللي هي مليار ونص. فعايزه اقول انه احنا النهارده عندنا بننظر للافق بامل، لانه زي ما احنا شايفين عندنا قياده احنا بالنسبه لها كلنا مصريين، واحنا مصريين المصري ده أفضل من المصري ده شوية بعمله وبما يقدمه للوطن. إنما لو كده يعني عشان مثلا عينيه زرقاء ولا لا. هستكمل مع حضرتك هذا النقاش، في الحقيقة فيه تساؤلات كتير عايزة أطرحها على حضرتك، ولكن خلينا نروح لفاصل قصير ونعود لاستكمال هذا النقاش مع الأستاذة فريدة الشوبي شركة الأصحاب.